متابعينا الكرام في كل مكان، حيث أعلنت انطلاقة جديدة من انطلاقات هذا المساء، وهذا هو الشوط الثاني عشر ضمن انطلاقات الثلاثون شوطا التي رصدت في هذه الأمسية. مباشرة نسير إلى مقدمة الشوط ونتعرف على هذه الأسماء والمقدمة هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، مع الصدارة والأداء المتميز والانطلاق الموفق. شكرا لكل اللجان العاملة على هذا العمل الجاد والناجح بأكمل وجه هنا على أرضية ميدان المرموم. مباشرة نتعرف على الصدارة على المركز الأول ومقدمة هذا الشوط، من يأتي في الصدارة ويتقدم هذه الأسماء. هنا المركز الأول يتقدم مهذب لسعيد بن محمد بن سعيد بن مسن أحد الضيوف القادمين أيضا هناك من السلطنة، بينما المركز الثاني من يتقدم في ثاني المراكز هناك الوصول على ثاني المراكز، هذا كفو سعيد بن محمد بن سعيد الحارثي وصل خذ المركز الثاني. المركز الثالث يتقدم في ثالث المراكز مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، هناك ايضا شاهين للطهميمة بن محمد بن عنوده العامري، بينما المركز الثالث وصل في ثالث المراكز هناك ورابع المراكز شاهين لفيصل بن هادي بن سعيد المري، خذ المركز الرابع وشعار بوهليبة يتقدم من خلال عشاق حمد بن عبد الله بن علي بوهليبة خذ المركز الخامس، بينما المركز السادس ياتي شعار بن سبت قادم مع مبشر عمر بن راشد بن محمد بن سبت الخيالي وصل وتقدم خذ المركز السادس. المركز السابع كادر راشد او حمد بن راشد بن حمد ايضا بالضعيف الكتبي يتقدم مع كادر حمدان بن راشد بن حمد بالضعيف الكتبي يقدم لنا هذه الانطلاقة، بينما هناك ايضا الوصول من المشهر راشد بن سعيد بو ضحي او بو وضح المري، وصل المري وتقدم هنا من خلال هذه المنافسة. زعاق يصل سعادة سالم بن راشد بن حضيرم الكتبي يتقدم هنا بن حضيرم وصل، والوصول من الطاير هزاع بن سعيد بشطيط بن علي المدهوشي، الدخول على المركز العاشر، الوصول هناك من مشغل احمد بن عبيد بن مبارك الكتبي، مرحبا بشعار هملول، مرحبا بجميع الشعارات، هذا هو نيدان الاول. ومن هنا تحول الى مقدمة الشوط الى المركز الاول والصدارة الاولى، حيث اجد هناك شاهين فيصل بن هادي بن سعيد المري يتقدم على المركز الاول، وصل مبشر لعمر بن راشد بن سبت الخيلي يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث وصل احمد بن عبيد بن مبارك الكتبي مقدما لنا مشغل وعاشقي سلالة المختبر، يتقدم راعي هملول ياتي في المركز الثالث ايضا ويقدم لنا هذا الاسم، كما قدم لنا هملول ايضا في مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة في التلة وفي سن الثنايا وفي شوط الزمول، واستطاع ان يظهر بالبندقية في ذلك المساء. هناك الطاير هزاع بن سعيد بن شطيط بن علي المدهوشي وصل، ولكن بالضعيف يقدم لنا هذا الاسم ويقدم كادر حمدان بن حمد بالضعيف بن غدير الكتبي، يتقدم الاسم الجديد النشمي لهلال بن محمد بن غدير المقبالي اهالي صحار، وصلوا في هذه اللحظات، وصل بهاج سالم بن فهيد بن براك بن فهيد يصل، ولد السهران وصل ولد السهران ليتقدم من خلالي ايضا زناد راكان بن محمد بن سعيد بن سالم العمري، وصل ابو هليبه ليتقدم ويقول هذا الجديد، ولكن الدخول من رعد عبيد بن رملي بن محمد العامري. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام. اعود الى مقدمه الشوط، النشمي هلال بن محمد بن غدير المقبالي اهالي ميدان صحار هناك بالسلطنه يقدمون العرض الرائع والجميل. روح يا غدير روح يا غدير روح
يا غدير، هلال بن محمد بن غدير المقبالي، غدير ولا عمر كلهم واحد، يستاهلون السلامات. سلام 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 الى صحار، سلام سلام الى صحار، سلام سلام الى السلطنة، سلام سلام الى اهالي بهجة الانظار على هذا الفوز، فوز النشمي هلال بن محمد بن غدير المقبالي. سلام بالفوز والانتصار. المركز الثاني وصل غرام ايضا لحمود بن هدوب بن سعيد العمري. المركز الثالث هناك مشغل احمد بن عبيد بن مبارك الكتبي. المركز الرابع هناك كان بهاج لسالم بن فهد بن مبارك بن فهد ايضا. والمركز الخامس ايضا زعاق لايضا وصل في المركز الخامس سالم بن راشد بن حضير بن الكتبي. تالينا والناموس. نعود بالتوقيت الزمني مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام هنا في هذه الانطلاقة، هنا التوقيت الزمني من ايضا مخرجنا الذي ياتي بكل ما هو جديد في عالم سباقات الهجن وعالم ايضا هذه الانطلاقة المسائية الماطرة هنا مشاهدينا الاعزاء، حيث فاز النشمي الهلال بن محمد بن غدير المقبالي. سلام المقبالي، سلام سلام السلطنة، وسلام لأهالي صحار. 6 دقائق 4 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني كان الدخول من خلال تواجد غرام لحمود بن هدوب بن سعيد العمري ب6 دقائق و6 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. مشغل من حل ثالثا لأحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي ب6 دقائق 7 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس.